قبل قليل كان هناك انسحاب للجيش السوري من منطقة يبرود والتي تبعد حوالي كيلومتر فقط عن أكبر وأعنف سجن في سوريا والذي يضم الآلاف من المعتقلين. يعني نستطيع القول بأنه بحسب مصادر خاصة لسكاي نيوز عربية بأن المعارضة أو الفصائل المسلحة تتجه إلى فتح سجن صيد مايا وهو الأكبر وعلى مستوى سوريا. وبحسب المعلومات بأن نحو 30 ألفا قتلوا داخل هذا السجن خلال منذ عام 2011. أيضا كان هناك تسابيح سيطرة من قبل الفصائل المسلحة على بعض الأحياء مثل جرمانة، معظمية، دارية، ويرى المراقبون بأن تتسع رقعة السيطرة من قبل الفصائل المسلحة وخاصة في الأحياء والمناطق المعارضة للجيش والنظام. نتحدث عن الغوطة، سحمايا، صيد مايا، وعدد كبير من المناطق هي معارضة بشدة للجيش السوري والحكومة السورية. نستطيع القول بأن أحياء كثيرة خرجت عن سيطرة الجيش السوري. بالنسبة لمحور درعا أيضا أريد التنويه إليها، كان هناك محاولة لهذه الفصائل بعد السيطرة الكاملة على مدينة درعا، قسم منهم توجهوا بالسيطرة على محافظة قنيطرة والبعث، والقسم الآخر توجه باتجاه الكسوة. القسم الذي سيطر على البعث توجه إلى منطقة كناكر وسعسع. نستطيع القول بأن نحو خلال الهجمات الأخيرة أو الاشتباكات الأخيرة هناك فتح لأكثر من 10 سجون التابع للجيش السوري، سجن حما وحلب وإدلب. وأيضا هناك أخبار تقول بأن الفصائل المسلحة سوف تصل إلى سجن صيد مايا الأكبر. بالعودة إلى شمال شرقي سوريا، بالفعل كان هناك دخول لقوات سوريا الديمقراطية إلى مدينة الميادين والبوكمال. قبل قليل وصلت قوات سوريا الديمقراطية بشكل رسمي إلى معبر البوكمال بعد خروج نحو 2000 عنصر من الجيش السوري إلى الجهة العراقية. وأيضا كان هناك دخول لقوات سوريا الديمقراطية إلى مدينة الميادين، وتجري بين الفينة والأخرى اشتباكات متقطعة خاصة بعد انسحاب الجيش السوري والميليشيات الإيرانية، ولكن تتمركز فيها بعض ميليشيات الدفاع الوطني المنضوي تحت قيادة الجيش السوري. هؤلاء رفضوا الانسحاب من هذه المناطق، لذلك تشهد هذه المنطقة اشتباكات متقطعة. وأيضا كان هناك تطور من جهة جيش سوريا الحر المدعوم من قبل التحالف الدولي والذي يتمركز في قاعدة التنف. قاعدة التحالف الدولي قاعدة التنف اتجهت باتجاه السخنة أو بادية تتمر. وأيضا كان هناك تقدم لقوات سوريا الديمقراطية من ريف الرقة، وبحسب المراقبين قد تتحد هذه القوات في مدينة السخنة. أيضا كان هناك بحسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية محاولات لأكثر من 3 مرات بالوصول إلى ريف منبج. قبل قليل كان هناك استهداف من قبل قوات سوريا الديمقراطية لعربة تابعة للفصائل الموالية لتركيا، وبحسب مصدر ميداني أكد بمقتل 4 عناصر تابعين للفصائل الموالية لتركيا. هناك محاولات من قبل هذه الفصائل بالوصول إلى مدينة منبج وخاصة من الناحية الشمالية والجنوبية، وبالتحديد في قرية المحيسلية هناك محاولات كثيرة. أيضا طيب سأسألك تفصيلا عن ما يحدث في حمص بالضبط سأسألك عن حمص تفصيلا، ولكن دعني فقط أقف على هذه الأخبار العاجلة. بحسب مصادر سكاي نيوز عربية تم الكشف عن خارطة متداولة للحل في سوريا تشمل بدء تنفيذ القرار الدولي 22-54 وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذه الخارطة متداولة في محادثات الدوحة، وهنالك بحسب ما يتم تداوله أيضا نص لبقاء الأسد لفترة ما بين 6 إلى 9 أشهر، وأن يعطي الأسد جزء كبير من صلاحياته لرئيس وزراء مستقل ومتفق عليه.
على أن يتم كتابة دستور جديد للبلاد وانسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا حتى نهاية العام 2025، وكذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 6 إلى 9 أشهر. ننوه أن هذه الأخبار هي نقلا عن مصادر سكاي نيوز عربية لما يقال إنها خارطة حل متداولة لسوريا بالدوحة. سنتحدث عن ذلك تفصيلا مع محللين وضيوف بعد قليل. أعود إلى الميدان مرة أخرى معك هجار. معركة حمص الآن، انسحاب الجيش من هناك بحسب المصادر أيضا أنه أعطي أوامر بالانسحاب، ما الذي وصل إليك من معلومات هجار؟ نعم تسابيح، بالفعل عصر اليوم كان هناك دخول لهذه التنظيمات وخاصة بعد وصول تعزيزات عسكرية من قبل هيئة تحرير الشام من إدلب وحما باتجاه مدينة حمص. كان هناك دخول من الجهة الشمالية والشرقية لهذه التنظيمات إلى أحياء حمص، وبحسب المعلومات بأنه خلال ساعات من الآن سوف يتم السيطرة على مدينة حمص بشكل كامل، وخاصة بأن مصادر تؤكد بانسحاب الجيش السوري. صباح اليوم كان هناك استهدافات واستماتة من قبل الجيش السوري بعدم الانسحاب، كان هناك استهدافات بغارات جوية على رستم والتلبيسة، وأيضا كان هناك محاولات من قبل الجيش السوري بالوصول إلى هذه المناطق، ولكن فشل الجيش السوري حتى الآن. وذلك بحسب المراقبين بأن الجيش لم يعد يستطيع المقاومة أو التصدي، وخاصة بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من قبل هيئة تحرير الشام إلى أرياف مدينة حمص وبالتحديد إلى الرستن والتلبيسة. أيضا كان هناك استخدام أسلحة ذكية من قبل المعارضة أو هيئة تحرير الشام، استخدام مسيرات استهدفت مطار T4، وحتى الآن كان هناك استهداف لهذا المطار، أكثر من 10 مسيرات استهدف هذا المطار، وأيضا كان هناك استهداف بالمدفعية والقذائف وأيضا ببعض الصواريخ نقاط تابعة للجيش السوري. بحسب المراقبين هيئة التحرير كانت تتمهل وكانت بانتظار انسحاب الجيش السوري، لأنها انهكت بشكل كامل بعد معركة حما، قتل الكثير من هيئة تحرير الشام. لذلك كان يرى المراقبون بأن هيئة تحرير الشام لا تريد الخوض في معركة جديدة وخاصة في حمص، لأنها متأكدة تماما بأن الجيش السوري سوف ينسحب. هجار السيد كنت معنا من القامشلي، شكرا جزيلا لك على ما نقلته لنا من معلومات بهذا المباشر.